أهلا بكم في هذه الزاوية التحليلية عن المغرب الكبير التي نخصصها اليوم للحديث حول تأييد حكم تصفية مصفاة سمير من قبل محكمة الاستئناف المغربية بالدار البيضاء. ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة من الرباط الخبير الاقتصادي خالد بن علي. أستاذ خالد بن علي، مرحبا بك. مرحبا بك. عمليا ما الذي يعنيه تأييد حكم التصفية؟ تأييد حكم التصفية طبقا للقوانين الجارية للعمل هو إنهاء حياة شركة لاسمير بشكل نهائي وتام. فعلا طبقا للمقتضيات سيتم تعيين وكيل مهمته هي تصفية الشركة بصفة نهائية، ولن يعود لها نشاط على مستقبلا. هذا هو التفسير، وبالتالي كان هناك رهانات على الملف، عرف في جلسات المحكمة العديد من النقاشات حول إمكانية التسوية القضائية. والتسوية القضائية ما معناها؟ معناه أنه وضعية الشركة ليست جد متدهورة بما يملي التسوية القضائية، وبإمكانها الاستمرار وفق برنامج معين. وهذا الطرح الذي كان مطروح من طرف المحاميين ديال الشركة العمودي. ثم أنه الحل الثاني الذي يتيحه المتاح في إطار التسوية القانونية هو تفويت، يعني تفويت لشركتين أو لشخص آخر. وهذان الحلين اليوم بمجرد تأييد حكم التصفية القضائية لم يعد لهما أي إمكانية. أستاذ خالد بن علي، حينما نتحدث عن تأييد حكم التصفية من طرف محكمة استئناف، محامي السمير تحدث عن إمكانية اللجوء إلى درجة أعلى من التقاضي، هل هذه الإمكانية واردة برأيك؟ أعتقد أنه اليوم نحن أمام واقع، بغض النظر المحامي ديال سمير له أن يبدي بما تتيحه القوانين وإذا كانت هناك إمكانيات قانونية، ولكن محكمة الاستئناف في اعتقادي المتواضع لأنه بنت حكمها على معطيات، المعطى الذي في اعتقادي الشخصي واقتصادي أراه هاما أنه عملت بشكل استباقي، لأن شركة لاسمير منحت لها فرصة لضخ الإمكانيات المالية التي كانت وعدت بها. هي أظن بأنها عرضت مبلغ 680 مليون دولار لقاء عدول المحكمة عن تأييد حكم التصفية، هل كان ذلك كافيا بنظرك؟ لم، أنا في اعتقادي الشخصي المحكمة ارتأت بأن ذلك غير كافي، لأن حجم الديون 45 مليار وما اقترحت 45 مليار ماذا؟ درهم تقصد؟ درهم. وما اقترحته شركة لاسمير 6.4 مليار درهم، بالتالي بالنسبة للمحكمة غير كافي، وترك الملف بهذا الشكل بوعود قد يفتح المجال إلى أزمة أكثر، إلى تأزيم الوضعية أكثر فأكثر. وبالتالي في قناعتي في اعتقادي الشخصي بأن المحكمة ارتأت استباقيا أن تحل أن تضع حدا لمشكل قد يعرف أبعادا أخرى، سيما وأننا نتحدث عن شركة لها تاريخ، لاسمير لها تاريخ وطني، وإن كان لحسن الصدف سنة 97 لم تعد من القطاعات الاستراتيجية لأنه تمت خصصتها. وبالتالي كيفما كانت الأمور، فالتصفية القضائية لشركة من حجم لاسمير هو ملف شائك وله من التبعات ما له من التبعات، سواء على المستوى القضائي سواء على مستوى حتى التصفية. لن تكون تلك التصفية سهلة، لأن اليوم 43 أو 45 مليار درهم كديون ما معروفش واش فعلا الحجم الحقيقي، أو هناك ديون أخرى ستظهر كمتأخرات أو غرامات. عمليا ما هي التبعات التي ربما يمكن أن تكون لمثل هذا القرار؟ ماذا عن ربما الدائنين ومواقفهم وماذا تضررهم بهذا القرار؟ أولا الملف فيه دائنين وفيه الأجراء، الأبناك أقصد الدائنين، الدائنين عند الأبناك وفيه الأجراء، لأن الأجراء ومدينة كلها بإكمال، لأن مدينة المحامي المدينة كانت مدينة تعيش بلا سمير، اليوم مدينة كلها تطرح السؤال. ثم بالنسبة للأجراء، ما هي وضعيتهم في ظل التصفية القضائية للشركة، وما هي حقوقهم، وما كيف ستمر الأمور؟ وبالنسبة للدائنين، لأنه في عملية التصفية القضائية ليست هناك ضمانات بأن يتم تصفية الدين بإكماله، لأنه ما هو متوفر، وبالتالي إمكانية اللجوء إلى مطالبة تجميد ممتلكات العمودي بصفته المسؤول المباشر عن الشركة قد يكون واحدا من الحلول لضمان استرداد أكبر قدر ممكن من إمكانيات لتسديد الديون. أستاذ خالد بن علي، ما هو نوع التعهدات
التي أخلفها محمد حسين العمودي مالك شركة لاسامير، ووصلت الأمور إلى ما وصلت إليه الآن؟ وإذا أردنا أن نكون منطقيين، لأن دفع التحملات مع شركة لاسامير إبانة تفويتها لها قد طرح مجموعة من الشروط ومجموعة من التمويلات ومجموعة من الاستثمارات في ظروف معينة، وبالتالي عدم احترام العمودي لدفتر التحملات وصمت السلطات المغربية في لحظة معينة عن مطالبته بتفعيل إجراءات وتأجيل بعض إجراءات الاستثمارات، ثم كيف يعقل؟ لماذا تم إغفال هذا الملف طيلة هذه السنوات؟ هذا هو الإشكال، هو المطروح، لأنه اليوم الديون وصلت إلى مستوى غير مقبول، لأنه إحنا كنعرفوا بأن الدين هو المحرك ديال القطاع، ثم أن القطاع في ظل سنوات اللي كان الأثمنة المحروقة جد مرتفعة، وفي ظل غياب سياسة تحدث كنا دائما نرتكز على شركة لاسامير، وبالتالي الملف بقى موجود بالنظر للطبيعي السوسيو اقتصادي واجتماعي. هل كانت هناك أخطاء ربما في تقييم المخاطر الناجمة عن الديون التي كانت تعطى لشركة سامير، وربما كانت هناك تجاوزات في الحكامة؟ بطبيعة الحال هذه مسألة الديون مطروحة بشكل كبير في المغرب، وإذا كانت تذكروا هذه واحد 6 أشهر أصدر قرار لوالي كنونسكري بأن أي دين يتجاوز أعتقد مبلغ 500 مليون درهم يجب أن يخضع للمراقبة لرخصة من بنك المغرب المركزي. وبالتالي الديون اليوم كانت تعطى بدون تنسيق، ومن طبيعة المراقبة كانت تطرح مجموعة من النقاش. اليوم هذا هو علاش لما نضعه بعض المرات بعد الشروط فهي في صالح الشفافية وفي صالح استباق مجموعة من الأمور التي يمكن أن تقع. ثم عدم احترام دفتر التحملات من طرف الشريك العمودي كان له جزء كبير في الظروف، لذا فإنه حاليا إذا لاحظنا بأن جميع الشركات بما فيها الشركة التي تمعت مع شركة رونو يتم الإقرار ببرنامج والكل يقول نحن ملتزمون، لكن أستاذ خالد حينما يقول الجميع بأنه ملتزم ربما كان العمودي يشتغل مثلا في الفراغ، ألم تكن هناك ربما مراقبة من طرف الحكومة من طرف السلطات وتقييم ربما لأداء الشركة على ما مر السنوات؟ لا 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 أعتقد أن أنا ما بالنسبة لي ما هو موجود أن طبيعة تدبير القطاع وطبيعة أن القطاع ديال المحروقات وطبيعة الملف في ظل سنوات ارتفاع أسعار المحروقات وصندوق المقاصة وتبعاته، كانت هناك بعض الإجراءات لتأجيل لربما كان أجندة وكان يتم تأجيلها بموافقة جميع بناء، ولكن تأجيل أجندة وتأجيل استثمارات معينة وتأجيل ضخ أموال والاعتماد على ديون على مجموعة من 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 على مجموعة من ديون لتمويل الاستثمار، هذا هو مكمن الضعف. ثم ثانيا بالمنطق الذي كانت تشتغل به لاسامير دائما كانت منطق رابح، لن تكون لها خسارة في تحديد تكلفة التسويق، وبالتالي كان هناك فوائد والفوائد لم تضخ في الاستثمارات وتم الاعتماد على الديون. هل اليوم ما جرى وما يجري الآن فيما يخص شركة سامير سيؤثر وستكون له تداعيات على الاقتصاد الوطني بشكل لا بشكل موضوعي؟ بشكل موضوعي قبل 97 لو كانت ما زالت قطاعا استراتيجيا وشركة استراتيجية كنا سنقول، ولكن 97 لما تمت خصوصيتها لم تعد قطاعا استراتيجيا بذلك الشكل، ومع تحرير المحروقات أعتقد أن السلطات المغربية اتخذت لها كان لها الوقت ويتعين عليها أن تأخذ جميع الإجراءات، إنه من غير المقبول أن نسمع عن تبعات في مجال تزويد السوق أو في المجال قد تكون هناك تبعات في تصفية الملف من ناحية على مستوى الأجراء على مستوى الدائنين على مستوى الأبناك، ولكن هناك تقنيات معينة لدى الأبناك عن طريق الاحتياطيات، هناك مجموعة من الآليات لتدارك الموقف وتسوية عادلة للجميع. بالنسبة إليك ما هي السيناريوهات القريبة الآن لتسوية هذا الملف؟ السيناريو هو أنه الوكيل الذي سيتم تعيينه سيتم أولا تحديد حجم الديون بشكل نهائي وتحديد حجم الممتلكات، وبالتالي توقع المعادلة كيف يمكن توزيع الممتلكات الممتلكات الشركة على الدائن، هذا بشكل عام العملية. ثم هناك بطبيعة الحال مقتضيات قانونية ستؤثر العملية في أجندة معينة وفي ظروف معينة سيتم تأثيرها. إذا تبين
في لحظة معينة أنه هناك إمكانية لا أقول تفويت ولا إمكانية بيع معدات أو بيع أشياء، لأن هناك أمور ستتم وتقنيات ستتم اعتمادها في تسوية هذا الملف. تحترم ضمانات الشفافية في مثل هذه الإجراءات؟ إيوة طبيعة الحال، لأن لما نعين طرف هذا إجراء قانوني، ولما نعين وكيل الإنسان يكون كلفه بمهمة تصفية الشركة، هذه إجراءات مسؤولية على الجميع، لأنه اليوم لابد من تشديد، لأن هذا لأن الأبناك لن تتنازل عن حقها بسهولة، لابد لها من لأن هذه العمليات سوف تدرجها في حساباتها، والحساب يتضمن يتطلب وثائق، والوثائق ستكون هي الضمان الوحيدة بالنسبة للشركة للأبناك لتبرير للخسارة أو تبرير الحجم الذي سوف لن يتم تعويضها فيه. هل تم التعامل مع أزمة سمير من طرف السلطات من طرف الحكومة بالحنكة اللازمة؟ لأن تابعنا على امتداد الأشهر الماضية الشد والجذب ما بين الطرفين. أنا بشكل موضوعي مرة أخرى أتفاجأ في بعض الأحيان لأننا نستفيق على ملفات كأنها لم تكن موجودة، هذا هو اللي وتلك الاستفاقة في اعتقادي الشخصي قد تكون متأخرة، وإجراءات التي يتم اتخاذها تكون ربما قد فات الأوان. بمعنى آخر، هل لم يكن بإمكاننا أن نتدارك الموقف منذ سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع سنوات منذ بدأت بوادر عدم ضخ المبالغ، عدم احترام دستور التحملات وضخ إمكانية الاستثمار واللجوء إلى الديون؟ لماذا لم نثير هذه النقطة ونحاول اتخاذ إجراءات واتخاذ ما يلزم من احتياطات؟ بطبيعة الحال كل الملفات، لأنه ملف تصفية ليس ملفا سهلا، ملف شركة بسيطة لما تتم تصفية لها تبعات، فما عساك أن تكون شركتك كشركة سمير. شكرا لك الدكتور الأستاذ خالد بن علي الخبير الاقتصادي، حدثتنا من الرباط، شكرا لك على كل هذه التوضيحات المثرية. مشاهدينا الكرام، الأخبار لا زالت متواصلة معكم، ابقوا معنا.